سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. سورة الواقعة شي اسم الربين ذا حنين يتشور في الحنان إمراد ضرور الواقعة القيامة ضرور يونو في شديد أدسر شديد الدن أتفذ وذ النظام. إذا رجت الأرض رجع وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. رقعت هش ذرهش إذ يران نغذ ذنغاذ أذ قلنا مغبار أرقيق يفق ذي الهوى. وكنتم أزواج ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أسيرم ثلاثة رصناذ أثو يفوس لشو إذا ثو يفوس وإذا كان يطفن الكتاب نسن يوم القيامة في الجهة يفوس أثو زرماض لشو إذا ثو زرماض وإذا يطفن الكتاب نسنة في الجهة تصرمت وذي زقورن غال خير ذي مزوران غال جنث وذاك ذي قرفنا الربيان نهني ذي الجنث النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. تربع ذقوذي زورن شوت ذقوذك يقران غف سرير النيزدان سدهب التكين فلسن سوذ مون قفلا. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. قد شن فلسن وراش لماذا مشطحانا ككنا قيمة مغورنالا شي فنجان الذي فرقا ذي الكيسة نشرب زيدا وليس عقرح قروي ولا نروي العقول. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ذي الفشي النتخثرين إذ وكسوم الضيور حملا تحوريين الجنث في ذكم وسعة ولن. أما كني ذي اللؤلؤ ونك المزري خمس أذ وقيني ذي الجزاء بينكني لنخدما. لا يسمعون فيها لغو ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أرسل ذي سيروار ولا غين شعان الأثم حشاور نسلم السلام. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. ما يلد في فوس ذا شو إذا في فوس سدو التجور زيزون ورنسعن سننن ذربانن النين يروون ذي تخفل من القاع لثيرني وسعا ذوما شرشرا. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يكذ الفحية يطقثا ورفت فاكا ورممنوعة يكذ وسم علي. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين. أشحورث أنخرقثت ذي الخريقة أذلوجت نقمثت يكتر مزيين ذي العمر أرزوجت. تسهيرين سعشرت أكن ملت تزيوين وقنية يفوس. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين ترذعت ذقذ يزورا
تربع ثقذك قران. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. الله أكبر الله أكبر. ما إلا ذات وزر ماض، ما شوي ذات وزر ماض ذو غماش أمن شوضا غماش تصغر نم قران، يكو تشيرين الدخان أرث السسمير أرث الهيم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يسرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الولون. على خطر نهن اللان اتنع من قبل كنين لدنيث اللنغنى الجن الدنوف النم قرانا الكفر والمعاصي اللن ذا شسقارا من مثنق الذكار ذي يغسان ذا غاد نكر نغرج ذا نغي منزا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. إن سن محمد إمزور القرآن أدت وجمع نسن ذي الوقت لمعلوما. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. خلوما وذضعا يرنغرث من المرأة المكنا نره تستم ذا التجرى من الزقوم تجرى تمغيد لجهنم ترزيات تفوحات تشمث ذي شتشتر مع بعض أتسوم في اللسمان وذا حكني شوضا أتسمم من رومان وذا حكني شوضا. هذا نزلهم يوم الدين أذوي تضقف السن السن مرت حسبا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون يكذ نكني يكوني خرقا أي غرث من ملا بالذي كرم ذي الأخرث. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. تزرام أي نكن تسمريم بزرع عنون إذ هنون إثي خرقا ذي العبد نغذ نكون إثي خرقا. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. نقدر المثفل لون نكون يغدس قرعيون أكند نفدل مخنوين أكند نخرق السنين ذقوي النرث عرمم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون إيش أقول لكم إذا تعلمم شلخريقا يزورا أي غرثوه المتامن بل لربكم يحيون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنثي أين كنني زرعم ذكون ويهد السمغين ناظ نكون ويهد السمغين ما نفغث نرذاه شور خنو في اللفت حجنم أشتقارم أقرغ مخسر ألا أعاد نسوى حرم ذكو معيش النخ. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنجلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إنتي أمان النمث السم ماذا نكون هنا دي غضرا ذي قسيجنا نغض هنويا ما نفغى ذي مريغا أي خركو الشكرم ربي. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
فسبح باسم ربك العظيم. إن في مسنين الشعلم مدخون ومجد خلقا التجرس نغذ نكنيا نكني نقمت لسم كثير من جهنم التنفع وذتح وجن سد حسيس من بفيش مقرن تصل الشنيس. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ألا هذا ونجل السلم نزل القثلان أثنى ذريم مقرن عطس لو كان تعليما أثنى ذريم قرن عزيز ذي اللوح المحفوظ يحرز ناضي نسخة وفي تمسل ذيون حشو اللندس ديان سرضو ينزرد غربة تخرقيث. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم وأنكم تكذبون ذو لقف سيدهم لو كانت اللي متفهم نتثاني رزقكم هنولا تسيدهم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مدي بضروح سحر قوم هنو ميرن فسكذم ذقنا يسرقفن نقرب غرس أكثر نوان بصحفن وتزر ملا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ما يلوثت ورسم يوم القيامة أهور فجد الرحيس ماذا صحيح نقرم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من صحاب اليمين فسلام لك من صحاب اليمين. ما يلذق قربا يسعر هذا الرحمن ذي الجنة نعم ما يلهي ثو يفوس أزدنين أدتسلي من فلاش أثو يفوس كزورا. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ما يلبق ذي سكد فن سربعت وذي ما عرقني فردان صدقت ذمان شوضن ذو خنف ذي جهنم ذو قذ الحق ذي الصح سبح سيس من بفيش مقرن تصل شنيس.